آه ما شاء الله يعني والله الكبار حتى بيستمتعوا يعني الحاجات دي بس اللي. مش موجهه للاطفال يعني آه رسومات جميله والوان طبعا تحفه انت معاكي مجموعه من الكتب كمان سمر بتالي صح؟ ايوه ايوه اه يعني عايزين برضو نشوف حاجات آه انت حابه تلقي الضوء عليها اكتر من شغلك في في قصص مختلفه يعني آه. آه عملت يعني اشتغلت على أكتر من موضوع واشتغلت مع أكتر من من كاتب فكل حد فيهم بيبقى ليه وجهة نظر بنحقق شيء جميل يعني في أفكارنا م. مع بعض بس واضح إن هي القصة مش كبيرة قوي بتكون يعني محدودة هي قصة الأطفال آه. خصوصًا السن اللي هو بيبقى م. يعني سن سبعة وثمانية أو م. أو كده بيعتبروا السن اللي استهدفناه لمرحلة يعني فترة كبيرة يعني <applause>